إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومين، هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة؟ الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني، يجب عليه أن يرجع حتى لو قرأ الفاتحة، حتى لو قرأ لو ركع، يعني لو لم ينبهه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته. أفهمت؟ لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها، تقوم مقامه، لأن الآن لو قلنا له ارجعون ماذا يصنع؟ أسألكم، لو قلنا ارجع رجع جلس. فالمهم خذوا القاعدة والضابط، إذا نسى الإنسان ركنا من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه ما تذكر، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها. فإذا وصل إلى مكانه من الركعة الثانية ينويها أن هذا عن الركعة الأولى. نعم.